صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. بدل السعي الحثيث لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، يسرع المسؤولون الخطى باتجاه التمديد لمجلس النواب مرة ثانية تحت عنوان يخشاه الجميع وهو الفراغ، ما قد يتيح للبعض الانتقال إلى مرحلة أخرى تحمل عنوان المؤتمر التأسيسي المرفوض بقوة من فرقاء عدة في مقدمهم المسيحيون وعلى رأسهم البطريرك الراعي. ولكن المفارقة تكمن في التفتيش عما أصبح يعرف بميثاقية التمديد المخالف للدستور، وهو عنوان يحمله الرئيس نبيه بري، وذلك بدلا من التفتيش أو السعي أو حتى فرض ميثاقية هرمية الدولة بدءا بوجود رأسها في قصر بعبدة. في هذا الوقت يبقى الهاجس الأمني محط اهتمام وجدال، لا سيما لجهة أن تمارس الدولة سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وكل الفئات، ما أدى لاندلاع سجال بين وزير العدل أشرف ريفي وحزب الله. في نهاركم سعيد اليوم نستضيف اليوم بداية ولمدة نصف ساعة المونسنيور شرب الحكيم، المستشار البطريركي للشؤون العامة والمنسق العام لمؤتمر العائلة وتحديات العصر في الشرق الأوسط، والذي سينعقد يومي 7 و8 الجاري. كما نستضيف لاحقا الدكتور شبلي الملاط والزميل الصحفي عبد الله بارودي. مونسنيور اهلا وسهلا فيك بالـ LBCI. اهلا فيك، ميرسي. كالعاده بدنا نشوف شوي حركه السير على بعض الطرقات. نعم. صباح هذا اليوم، خصوصي انه كان في شتاء كثير قوي، عم نشوف باتجاه العاصمه بيروت زحمه سير كثير قويه باتجاه الشمال بعد الملعب البلدي، الحركه طبيعيه؟ منطقه الدوره حركه طبيعيه، ما في اي زحمه سير؟ بولفار شار الحلو كمان ما في أي زحمة سير لا باتجاه وسط العاصمة ولا الكارنتينا ولا المرفأ. ساحة ساسين بالأشرفية حركة عادية طبعا مع توقف عند التقاطع الرئيسي بهالساحة. شارع الحمراء كمان حركة عادية مع توقف عند التقاطعات. كورنيش المزرعة ضغط سير مع توقف عند إشارات السير. طريق المدينة الرياضية المطار ما في زحمة سير كما يبدو باتجاه نفق سليم إسلام ولا باتجاه المدينة الرياضية والمطار. وأخيرا مدينة صيدا ضغط سير عند ساحة النجمة بعاصمة الجنوب. مونسنيور، يعني بهذا الكتيب عم تقولوا العائلة وتحديات العصر في الشرق الأوسط هو عنوان المؤتمر، يعني ليش اخترتوا هذا العنوان؟ طبعا هيدا العنوان إذا بدك سويت أو ملاحقة للعنوان اللي اختاره قداسة البابا بتشرين الأول شهر الماضي، اللي راحوا عليه كل رؤساء الكنائس ومندوبين من كل الدول وأساقفة العالم. تناول البابا نفس الموضوع، نحن أول نشاط بنعرمه بالشرق الأوسط بعد هيدا السينودوس الكبير اللي عمله قداسة البابا هو هيدا النشاط كمجلس يعني للبطاركي والأساقف في الكاثوليك. طبعا طبعا، فلما بتقول عائلة شملت المجتمع كله، يعني أفراد، المرأة، الطفل، كل الأفراد بتقول العائلة. الشق الثاني تحديات العصر، شو هو شرقنا، شو تحديات الشرق، هل بدنا نقوله. طيب بس هون يبدو انه تحديات هذا الشرق ستطغى على موضوع العائلة. استاذ بسام، ليش ما فيك تفصلهم عن بعض؟ يعني اذا هالعائلة عايشة بمنطقة فيها مشاكل كتير وفيها والعاني وفيها تحديات كبيرة، رح تقدر هالعائلة تعيش بمفهومها البسيط او بمفهومها البعدة اللي انت عم تقلي عنه؟ اكيد لا، لانه هيدي التحديات تخلي العائلة تبقى أو تفل هالعائلة من الشرق أو تعيش بحياة طبيعية أو لا. فهي إذا بدك حلقة كلها معلقة ببعضها بتتلقى مع وضعنا الحالي بالشرق الأوسط. مشان هيك مستحيل ينفصلوا. طيب أنتوا شو بكن تقولوا من خلال هذا المؤتمر؟ يعني شو هي الرسالة التي تريدون إيصالها؟ بكن تقولوا أنه نحن كمسيحيين وغير مسيحيين نواجه تحديات كبيرة بهذه المنطقة، علينا أن نتكاتف ونتضامن، أو أنه نحن كمسيحيين فقط مهددين ويجب على العالم أن يتصرف تجاه هذا الموضوع؟ يعني بالأول بحاجة نطلع من بس الحوار اللي مجرد حوار بين بعضنا البعض كشرق أوسط إسلام ومسيحية، لأنه نحن حكما موجودين بهالعيش المشترك من 1400 سنة غصب عن، يعني الواحد حب أو ما حب نحن عايشين لنا 1400 سنة. فاللي بدنا نقوله نحن موجودين بهالأرض، جزرنا بهيدا الأرض، عنا تحديات، عنا إشياء كبيرة. في طول عمره الشرق الأوسط مرتبط بدول خارجي عنه، المسيحيين عندهم مرجع، المسلمين عندهم مرجع، فحين بقى الوقت تحط إيدك على الجرح،
تقول أنا مشكلتي واحد اثنين ثلاثة أربعة والحوار مجرد كلام ما بقى يفيدني. إذن أنا انتقلت من الحوار لشيء إذا بدك تفاوضي بيجيب خارطة الطريق بيجيب شيء عملي لشيء عملي. اليوم تقدر تعمل شيء عملي بدك تطلع من السلطة المحلية بدك تطلع مجرد بس أنت من بين بعضنا البعض وتشتغل بتنسيق مع شيء مع جهة أكبر. مين هي الجهة الأكبر اللي يعني بتنسقوا عنها مع الفاتيكان يعني؟ طبعاً طبعاً اليوم قديسة البابا عطي اهتمام كتير كبير لهالموضوع وأنت بتعرف الفاتيكان عنده حراك دبلوماسي كبير جداً ونحن بمحور من المحاور متناولين هالموضوع. هيدا إذا بدك هيك الفاتيكان مش بس كرئاسة كنيسة هي دولة. فهذا الحراك الدبلوماسي له أكبر تأثير لأنه هو اللي بيقدر إذا بدك اللي بتطلع فيه اللي بيطلع فيه هالمؤتمر واللي هني خارطة الطريق هالبطاركة بيحملوا صاحب الغبطة أو أصحاب الغبطة وبيحملون وبيصير الشغل من هونيك على طريق كتير أعم أو أوسع لتوصل نتيجة. هذا الموضوع يتناول الشرق ككل ولكن مش بس لبنان. طبعا طبعا الشرق الأوسط العالم العربي الشرق الأوسط لأنه لبنان إذا بدك صحيح وبوابة ونقطة انطلاق لأنه بطبيعته بمناصبه السياسية بطريقة العيش المشترك الموجودة بين الكل بس تأثير لبنان لبنان عم يتأثر بكل المنطقة حواليه. يعني اكتشفنا أنه لبنان ما نعيش بمنفصل عن الخارطة الشرق الأوسط فأنت بدك تفوت على الدول كلها تشوف في مشاكل بديت بدها توصل لعنا في مشاكل خطيرة عم بتصير الفاتيكان ما في تدخل هون وما في تدخل هون الدول اللي لها تأثير أوروبي أو غيره أو كذا ما في تدخل هون وما تدخل هون كله مربوط ببعض وصارت مفتوحة المنطقة يعني صار هالشي معروف. طب مونسنيور يعني في مؤتمرات أخرى انعقدت بلبنان تحت عنوان المسيحيين المشرقيين في مؤتمر انعقد بواشنطن له علاقة كمان بمسيحية الشرق الأوسط وفي كتير من هذه التحركات يعني اللي كانت تتناول هذا الموضوع بالتحديد. اليوم أنتم عندكم عناوين إلى علاقة بالعائلة مثلا المحور الأول العائلة وواقع الأوضاع في الشرق الأوسط المحور الثاني المجتمع بين التعصب والاعتدال بعدين الحراك الفاتيكاني لدعم الوجود المسيحي والحوار العائلة بين القوانين الكنسية والمدنية واحترام شرع حقوق الإنسان يعني كل هذه الأمور بس كمان في يعني الأمر الأساسي الذي له يعني هيك مثل ما بيقولوا نكهة خاصة بهذه الأيام هو سبل مواجهة التطرف الديني والحد من خطر الإرهاب. بماذا يختلف هذا المؤتمر بهذا الموضوع عن المؤتمرات السابقة؟ يعني طبعا إذا بدي أحكيك هيك بصراحة أنا إحنا اضطرينا نسميه مؤتمر لأنه بدك تسميه تسمية أكاديمية تسمية شيء متعارف عليه ولكن هيدا لقاء انترناسيونال لما بيكون في عندك حضور مثل هالحضور ولما بتيجي أنت عم بتقول إنه هالمؤتمر أنا مش بس بدي أحكي فيه أنا بدي أجمع بالأول جهة دولية فعلة اللي هي الفاتيكان اللي هو راح يكون ممثل خلينا يعني نقول لهم للمشاهدين بأمين عام مجمع أساقفة العالم بالفاتيكان كاردينال لورينزو بالديساري مع وفد هذا وبنفس الوقت على الصعيد الوطني أنت جامع كل رؤساء الطوائف ورئيس الحكومة كمان شرفنا بحضوره وجامع لوحة بتطلع فيها اللبنانية بكل معنى الكلمة بالإضافة لوفود من الدول العربية جايين يقولوا وجعهم جايين يقولوا كلمتهم وفود مسيحية؟ طبعا إسلامية ومسيحية نحن عزمنا طبعا عندنا كل الدول العربية دون أي استثناء حتى من أراضي المقدسة فبتقلي هيدا اللقاء ما صار بين يوم وتاني نحن قلنا أشهر صار في زيارات على الفاتيكان في زيارات على الدول العربية بدينا نحضر أصحاب الغبطة عملوا هالمبادرة والبطريرك لحام واللجنة الأسقفية العائلة كمان مطرع عن ديري كان لهم فضل صار في لقاءات كبير إنه نحنا شو الزبدة شو بده يطلع عن هالمؤتمر شو بدنا نعالج فيه مشان هيك التوصيات حتشوفهم منهم توصيات هي مجرد نظريات التوصيات صاروا جاهزين بعقل كل شخص كان عم بيحضر وعم بيفاوض على هاللقاء ليصيروا خارطة الطريق هالشي رح يبين بآخر النهار لأنه هلأ أنا ما بدي أحكي عن هالتوصيات بدي أتركهم لآخر النهار حتشوف أنه مش وعظ ظهرنا من الوعظ ظهرنا من الهيدا أنا عم يجعني هون شو حلول هون
طيب الفاتيكان يعني سيكون مشارك أساسي في هذا المؤتمر، هل هو سيشارك يعني كمراقب أم سيكون له دور فاعل بتحديد التوصيات يلي عم تحكي عنها؟ طبعا يعني هي المشاركة بتصير أساس بسام على مستويين. أول مستوى هي أن واحد يسمع يشوف جاي على مجتمع وعلى بيئة وعلى منطقة ملتهبة، شو في رسائل سياسية، في رسائل اجتماعية، في رسائل اقتصادية، في رسائل أمنية، في كل هول. مشاركة فعلية كيف؟ الكاردينال عنده كلمة افتتاحية، بهالكلمة طبعا في الكلمة الجهة اللي بيمثلها. وإذا بتلاحظ أستاذ بسام بتاني يوم بأول محور كمان الكاردينال عنده مداخلة أطول. أي عنده صحيح. صحيح. أصداء سينودس العائلة في الفاتيكان تحت هذا العنوان. 100%. والأهم من هيك الوثيقة البيان الختامي أو التوصيات حيمضوها كل رؤساء الطوائف والكاردينال معه. يعني ما حتنعلن قبل ما يمضوا الكل. يعني ما بقى واحد بس بيقول وفقت بالأورال أو بالشفهي. في أمضى. توقيع طبعا توقيع انه انا ملتزم فيهم لتابع ولأوصال، مش انا عملت 50%. طب هذا شيء كتير منيح، بالاخر انت عملت صرخه. يعني ما فيك تعمل معجزات بوضع مثل وضع الشرق الاوسط هلا، لانه مش انت وحدك على الساحه، في كذا دوله اقليميه، في كذا حسابات، بس انك تعمل شيء بيتخطى ال 40-50% دجا عملت انجاز. بتصور بالطريقه اللي تحضر فيها هاللقاء حينعمل شيء. يعني بالآخر هدفكم الأساسي سيكون هو محاولة الحفاظ على العائلة المسيحية وعلى الوجود المسيحي في هذه المنطقة من الشرق الأوسط بالتفاهم مع باقي مكونات هذه المنطقة. العيش المشترك طبعاً. طبعاً أكيد أكيد. وأن يكون هناك يعني خارطة طريق لمواجهة التطرف والإرهاب من قبل كل الأطراف. 100%. لأنه هالإرهاب نحن لما اجتمعنا مع زرنا رؤساء الطوائف وصار فيه هيك حوار بيننا وبينه بالنسبة لهالمؤتمر أو هاللقاء الكبير، هني عطلانين هم الحركات التكفيرية والمتعصبة أكتر منا. هني بالعكس بحسوا حالهم معنيين أكتر. حتى نحن وعم نحكي عن بالبيان حتشوف بأنه هجموا على المسيحيين وعلى اليزيديين وعلى الأكراد، طلبوا منا نزيد كلمة كمان مسلمين. هني بيعتبرين حالهم قبلنا متضررين. وفعلا التقينا على شيء كتير عميق، ونشكر الله على سماحة المفتي اللي فعلا حسينا مفتي دريان. طبعا مفتي دريان اللي خطاب معتدل منفتح، بتحس في وعي، بتحس في رؤية، انه هيدي نحن محظوظين عم تعمل لقاء بظرف في عندك رجال من هالنوعية. هيدي شغلة مكسب كبير، غير ما يكون عندك ناس فكرهم غير مطرح او عندهم مبادئ تانية. يعني هيدا حظ للبنان. مشان هيك مرات بتحس في اشياء هيك مهيئه لوحدها بتعطيك نتيجه دوبل عن ما تشتغل بظروف اصعب. يعني خارطه الطريق اللي قلت انه هذا المؤتمر بده يوضع مشان المتابعه، هل صار في وضوح لها عندكم؟ يعني بتلتفت بتشوف انه في عندك مشكله امنيه. هذه مبني يعني شو مدى قدرة الفاتيكان أو قدرة الكنائس أو قدرة يعني رؤساء الطوائف المشاركين إن كان في لبنان أو غير لبنان على معالجتها؟ طبعا لأنه صحيح ممكن ما تصير معالجة بين يوم وتاني، بس أنت بتعرف هلأ مثلا الاتحاد الأوروبي داعي البابا، يعني الفاتيكان عندها سلطة معنوية. صحيح. ممكن ما تكون سلطة عسكرية ودبابات، ولكن مرات الكلمة والضلك الطالب بشي. تتذكر أستاذ بسام لما كانت في ضربة على سوريا، ضربة أمريكية، البابا شو عمل؟ فتح ساحة الفاتيكان وجاب كل الناس. أنت مفكرة هيدي ما عملت ضجة؟ ما أثرت بالرأي الدولي؟ لا أثرت. مطالبته هو شخصيا خصوصي هالبابا مقبول، إن كان لما دعيوه الكونغرس الأمريكي، إن كان البرلمان الأوروبي، هو مقبول ومسموعة كلمته، وسفراءه وطريقة تعطيه مع رؤساء الدول كله لو ما جاب نتيجة بين يوم وتاني، ولكن كله بخفف وبمهد. أنت عندك مشكلة أمنية، مشكلة اقتصادية، مشكلة تهجير، كلها أشياء عم تخليك تحس هالشرق ما بقى يشبهني، مش بيتي. أو أنك بتطنش وبتقول تخضع للواقع، بتقول أنا هيدا واقعي، يلا في السفرات بدي تفتح الهجرة. أغلبية السفرات الأوروبية والسفارة الأمريكية عاملين سيكسيون
فيها للهجرة، اللي ما بيعرف يعرف. أو أنت بترضى بالواقع وفي كتير ناس عم بتفل، أو بتعمل شيء خضة بتجبرهم حتى لو هني ما بدهم يعملوا، أنت بتجبرهم يعملوا شيء بأنك تضلك أنت عم بتطالب، لأنه بالآخر هي قضيتك. هذا المؤتمر أخذ يعني هيك شوية جدل في لبنان أول ما بدأت الدعوة له وأول ما بدأ الحديث عنه. البعض قال أنه هيدا عم تنظمه، أو أنه هو باتجاه جهة ضد جهة أخرى، وأنه قد لا تكون في مشاركة من كل الأطراف، وأخذ كتير من, 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 من هذا الجدل. ولكن بعد ما هيك صدر برنامج المؤتمر وعملته هالزيارات اللي عملتها توضحت الصورة وتبين لا أنه بالفعل في مؤتمر يطال مسألة أساسية يعني يخشاها الجميع في لبنان وفي غير لبنان. ليش بداية بلشت هيك الانتقادات؟ أنه هو إذا بدك التركيب اللبناني هيك، أنه لما تكون بك تعمل شي نشاط بالأول ما بينظروا للبعد تبعه، يعني الجوهر دائما نحصر كل شيء بين 8 و14، وبين أنه زار بالأول هالسياسي وحكم وهالسياسي عرف بالخبرية قبل الثاني. فإذن هودي ميلي المركز العالمي لحوار الحضارات اللي هو مستضيف هالمؤتمر ما هو فاتح الصرح تبعه لكل، يعني نحن بحساباتنا أول ما بدينا من كذا شهر لا 8 ولا 14 عم نحكي على الإنسان. يعني إذا بتلاحظ بتنقين الأشخاص اللي عندهم فكر مبينين، بتبلشوا بتبلشوا وزير الثقافة روني عريجي، وزير العدل أشرف ريفي، نعم. جبران باسيل، بعدين يعني هول هول وحدهم كيف بيكون 8 و 4 هول وحدهم. إذا بدك اللي في نواب آخرين مشاركين بمداخلات، يعني طبعا الأستاذ جورج عدوان، أستاذ غسان مخيبر، وأستاذ فريد الياس الخازن. اخترناهم مش لأنه كتل، يعني اخترنا غسان مخيبر مش لأنه بتكتل تغيير وإصلاح، لأنه عنده رائد بده يحكي عن يعني العائلة بين القوانين الكنسية والمدنية واحترام شرعة حقوق العائلة. يعني هذا هو شغلي خبير فيها هيدا، بس يسلم تمك لأنه شغل وعامل أبحاث وفي يعطيك شيء. الأستاذ جورج عدوان معروف بفكره، بحب المحيط الشرق الأوسط وعنده نظرة خاصة. الأستاذ فريد انت بتعرف أكاديمي معروفة. يعني أنا بكون نقيت من هالفئة ومن هالفئة أكيد. أنا الصرح مفتوح لكل الناس وزرنا كل الناس إذا كنت عم صحيح. مشان هيك أنا بستغرب أنه بيجيك أنا منحنا إحنا مش بهالجو بهالانتقادات، وصلنا شيء قليل كتير، بس أنه بتزعل مرات بتقول أنه ليش عم تاخدوا الموضوع اللي هو جوهر كتير ومصيري، مادام ما كلنا نحط إيدينا بإيد هيك إيد واحدة، لأنه في هلأ بعدنا قدرانين نحكي، بجوز يجي وقت ما نقدر نعمل شيء. هلأ بعد فينا نحكي ونقول ونصرخ ليجي حدا يساعدنا، منقول منرد الموضوع كله هيك أنه يلا عاملين لتمين. لا، الإنسان منه 8 و 14، أكبر اللقاء هيدا أكبر من كل هالإشياء. لما بتحكي عن كرامة الإنسان ما بتحكي لا 8 ولا 14، بتحكي عن مواطن لبناني، بتحكي عن مسيحي، بتحكي عن مسلم بالشرق العربي، بتحكي عن حدا عم يتألم مدعوس على كرامته مظلوم. بعد تحكي هيك أعلى بكتير، السقف صار كتير عالي. قديش برأيك يعني هذا النوع من المؤتمرات، هذا النوع من اللقاءات يبعث على الطمأنينة بالرعاية الموجودة في هذه الدول العربية، يعني انطلاقا من لبنان إلى باقي الدول العربية كمان، حيث يعني في معاناة كبيرة للمسيحيين كان بسوريا كان بالعراق كان بمصر. يعني هالمواطن اللي قاعد أو هالساكن بالشرق بسوريا بالعراق لهني بلبنان، هاللي عم يسمع الحركات التكفيرية جاية هجمت على هالمنطقة وعلى هذيك المنطقة ولبنان مهدد ولبنان مش مهدد، أنت عم تسمع. لما بيشوف مشهد مثل هيدا المشهد، رؤساء الطوائف الكنائس الشرقية مع رؤساء الطوائف الإسلامية أصحاب السامحة مجموعين بحضور كبير بكذا، أقول لك هيدي ما بتعطي هيك أمل وطمأنينة أنه لا نحن بعدنا مع بعض، وأنه في جسم غريب عم يدخل علينا. هيدا بعد هالنسيج بعد ما انفك. فهيدي الصورة لوحدها، هالتركيبة أول إيجابية إذا بدك بهيدا المؤتمر، وخصوصي أنه منقول مباشر، يعني مش بس عندك حضور الموجود بالصالة، عندك هالناس اللي يعني بيكون في ناس قاعدين ببيوتها قاعدين بأشغالها عم بيشوفوا طبعا، هيحسوا أنه نحن بعدنا في أمل بعد نكون بألف خير. وهيدي أول إيجابية بالمؤتمر وأول رسالة. طب قديش هم تاخدوا بعين الاعتبار مثلا هذه الدول، يعني اللي أنتوا حاطين هدف لكم بهذا المؤتمر،
هالدول مشكلة، فيها حكومات، فيها مسؤولين، فيها 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 جيوش، فيها أجهزة أمن. قديش أختين بعين الاعتبار إنه هذه الدول أو هذه الأنظمة ستتجاوب مع ما قد يقوله هذا المؤتمر؟ يعني خلينا بلش إذا بلش من لبنان وصولا للآخرين. يعني بلبنان الأمور شوي أهون لأنه صار في تنسيق مع دولة رئيس مجلس الوزراء. طبعاً رئيس الحكومة مشارك يعني. إيه ورئيس الحكومة أنت بتعرف نحن كمان محظوظين فيه هلأ بهالمرحلة توجه المعتدل وإذا بدك دايماً السلام بحاول بين كل الأطراف، هو اسمه رئيس سلام وعم بحاول يزرع سلام. ف يعني بلبنان إذا بدك في انسجام وفي بأغلبية الأشياء. هلأ بالنسبة للدول الإقليمية طبعاً هون ما بيصير بس دورنا ودور أصحاب الغبطة ودور الجهة اللي هي عندها بطال كل دبلوماسية اللي هي بتتصل بكل هالدول هو الفاتيكان. طبعا طبعا مشان هيك خلاصة هالمؤتمر بدون يحملوه أصحاب الغبطة وخصوصي البطريرك لحام اللي هو مستضيف هالمؤتمر ببيته لأنه هو رئيس الأعلى للمركز العالمي لحوار الحضارات، ويحمله مع السيد المطارني مع أصحاب الغبطة على على هالمرجع على هالبيت لحتى يبتدي من هونيك. ولكن هياخد شيء جاهز، يعني ما بده إلا تنفيذ، ما بده إلا واحد متفق عليه ومطلعين عليه كل رؤساء الطوائف. يعني يعني منه لقاء هيك للفورم، في مضمون حتفهم أكتر شو عم أقول لما تسمع البيان الختامي. طيب عم بتعول كتير يعني هون على دور الفاتيكان. الفاتيكان عندما أعددتم هذا المؤتمر شو كانت توجهاته؟ يعني أكيد حكيتوا معهم، مش إنه مش طبعًا إنه طبعًا مش إنه عملتوا هذا المؤتمر من دون ما تحكوا مع الفاتيكان. طبعًا طبعًا يعني هذا الشيء كان بالتنسيق بين أصحاب الغبطة وبين ال السكرتيري ديتا وبين الكاردينال بالديساري وبين طبعًا. يعني إذا بدك أول شيء خليني أعتبره نشاط استكمال لهيدا السينودوس. هيدا النشاط ضووا على مشاكلكم بالشرق الأوسط شو هي؟ قالوا لنا، لأنه أنت بتعرف إذا تابعت أعمال السينودوس بروما كان في إشياء بتهم المجتمع الغربي أو الأجنبي بشكل عام، نحن هون ما مش وقتها، هي مهمة يعني بصعيد العلاقة الشخصية بين شخصين، إذا بدك بأشياء أخلاقية، يعني كانت تناول كتير السينودوس. شيء له علاقة بالجنة، شيء له علاقة بجهنم، لا بال يعني يعني بإشياء نحن نفكرها يعني إذا بدك على مستوى العلاقة بالزواج. لا لا هو إيه قضايا انطرحوا يعني قصص المثليين قصص شيء من بس نحن هلا الأمور. بس نحن هلا بشرقنا إنه إحنا أكيد في اهتمامات أكبر يمكن. أكبر بكتير يعني عندنا يعني مسألة وجود بالبداية بعدين بنشوف شو بنعمل بالقضايا. فأنت بدك تعمل أدابتاسيون اللي صار هونيك بس بشرقك، والفاتيكان بده ينظر لك أو هالناس اللي جاي تسمع بدها تشوف أنت هون شو جرحك. بس ما الفاتيكان عنده يعني عنده فكره عن ما يجري في هذه المنطقه. عنده فكره طبعا، عنده فكره. لو ما عنده فكره وما بتكفي بس انك بدك جاي، يعني اليوم شفت هالتشكيله اللي عم تحكيها انه جاي اليوم بتقول كل واحد جاي يقول شو هو. حيصير في لقاءات جنبيه، حيصير في اشياء، يعني هي اذا بدك شيء بياسس لشيء اكبر. يعني خليني هلا اقول هيك بس. طيب بنلاحظ كمان يعني ما بعرف هون انا حسب ما قريت انه يمكن ما في حضور لحزب الله في هذا المؤتمر. لا طبعا بدي انا اول شيء مثل بعدني ارجع اقول لك، نحن لما حطينا البرنامج مع اصحاب الغبطه مع اصحاب السياده ما كنا عم نقول انه في في تيار المستقبل وفي تيار الوطن الحر في حزب الله ولازم نقي واحد من هون واحد من... لا نحن كنا عم نقول في عندي قضية، في عندي مشكلة، في عندي واقع، مين بيقدر يظهر لي، مين بيقدر يوصل الرسالة، مين اللي ناشط بهالكتلة ممكن أنا بالبرلمان بالنسبة لك لهالقضية لكرامة الإنسان. يعني أنت اخترت من يتحدث بحسب العنوان. أكيد. وأكبر دليل كطائفة شيعية لما بيجي نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى موجود. طب يعني بعد بتقول أمل وحزب الله بالآخر هو إذا بدك هو الرمز المعنوي، الرمز المعنوي اللي بيمثل الكل، المفروض يتمثله الكل فيه. طبعا أكبر دليل أنه مش 8 ومش 14 هيدي اللي ذكرتها هلأ، عدم وجود حزب الله بي بي طبعا بي بي بين, بين الأشخاص يعني الذين سيتحدث، بس هني مدعوون يعني مدعوين طبعا، دعيناهم كلهم كل الأحزاب اللبنانية دعينا كلهم. نحن عاملين 3000
دعوة خاصة مش مخلين حدا، يعني ما حدا فيقول ما وصل لي بعبر شركة، وكتير شركة محترمة ودعينا الكل وما استثنينا أي حدا، ومش بس هيك عم نتلفن قلن حضوركم بهمنا، وإذا في عندكم أي شيء تعديل شيء بده ينطرح قلولنا، يعني عم نتابع معهم مش بس دعيناهم. قلت لي مثلا انه البعض طرح انه تزيدوا كمان على اللي تعرضوا للاضطهاد من قبل الجماعات التكفيريه المسلمين، شو كمان اجاكم هيك شغلات مثلا اقتراحات لحتى تزيدوها على توصياتكم؟ يعني يعني كان توجه انه قد ما هن شايفين هالمؤتمر جامع او هاللقاء، انه ما بدنا لا يكون في اكثر يعني صبغه مسيحيه ولا صبغه اسلاميه، بدنا في شيء مشترك كأنه نحن كلنا مواطنين ببلد واحد، بشرق العربي صار بلد واحد، نحن كمواطنين شو بتطلع شيء هيك خارطة الطريق، كل واحد بيصلي إيمانه ولكن أنا كيف بدي أكمل عيش بكرامتي إذا بدك هيك. يعني أهميته كان دايما التأكيد أنه ما بدنا نروح لا بغطى مسيحي ولا بغطى إسلامي ولا بصبغة، لا أنا بدك تحس عم يطلع عندك بيان وطني بليق بالكنيسة وبليق بالإسلام وبليق بالدروز وبليق بكل الناس. بس بالآخر في مشكلة عم بتعانيها فئة معينة من من هالناس الموجودين بالشرق، وهذه المشكلة أنتوا رح تحطوها من كل نواحيها ومن كل جوانبها. صحيح. يعني مش رح تتركوا جانب منها ما تحكوا فيه. صحيح. بس مش بس المسيحية اللي عم تعاني، أنت تعرف إنه صار فيه هجوم على كتير كمان. لا بعرف أكيد. بس ولكن يمكن الوجود المسيحي في هذه المنطقة مهدد أكثر من غيره 100%. وطبعا حيتناول هالموضوع بكل أبعاده. أكيد أبعاده السياسية الروحية المستقبلية، يعني من خلال اختيار الأسماء إذا بتشوف أستاذ بسام هتشوف أنه الموضوع كل واحد حيعطي وجهة نظر مختلفة. ما في حدا بيشبه التاني. السياسي حيمرق سياسي، اللجل الدين حيمرق الأشياء الإنسانية والاجتماعية، الاقتصادي حيمرق شيء اقتصادي. يعني عم يتحضر حيصدر أعمال، كتاب أعمال حيترجم للإيطالي وللفرنسي، وديجا في الموقع الإلكتروني اللي بس بيكفت تفوت بس تشوفه تعرف عن جد الدين شغل المؤتمر. شو راح يكون دور الكنيسة يعني هون بكل هذه العناوين؟ العناوين اللي لها علاقة بالعائلة كعائلة، أو العناوين اللي لها علاقة بالتطرف والإرهاب وكيفية الحفاظ على الوجود؟ يعني ما بيكفي نروح نحن ناشد الفاتيكان وندخل الفاتيكان، في الكنائس المحلية كمان وناشد الأطراف الأخرى كمان، شو راح يكون دورها؟ طبعا ما هي هذا التكامل بالآخر. البطاركي اللي هن رؤساء الكنائس اللي هن على الأرض، يعني اليوم الكنيسة إذا بدك عم تتناول كل موضوع، هي ما بتتدخل بالسياسة مباشر، هي بهم الإنسان. أنا باخد كل موضوع وبحكي عن كرامة الإنسان، كيف بدي أحفظ له كرامته؟ إذا السياسي مش ماشي منيح، إذا الأمن مش منيح، يعني كرامة الإنسان ما حتكون منيحة. خليني أحكي بهالعنوان. طبعا الحراك اللي أنت عم تحكي عنه حيصير، لكن مش على الإعلام ومش على هيدا، بيصير مع سياسيين وعم بيصير. لأنه بعض الأوقات يعني توجه انتقادات للكنائس المحلية أنه أنتوا شو عم تعملوا لتحافظوا على هذا الوجود المسيحي، لتحافظوا على هذه العائلة المسيحية، لتحافظوا على أنه ما يحتاجه هؤلاء الذين يعيشون في هذه الأوطان من شو عارفني صحة علم كل هذه الأمور. أستاذ بسام، السياسيين لما بيعملوا شيء بيظهروا على الإعلام وبحبوا هالأشياء، وبتعرف أنت أنه واحد. أما أصحاب الغبطة وأصحاب السيادة عم يعملوا كتير، مش كلهم بس في قسم كبير عم يعمل كتير، بس ما عندهم السياسة أنه نظهر حالنا على التلفزيون وبالإعلام ونقول عم نعمل هيك وعم نعمل هيك. بس هاللي بيزورنا وتجي تسألني مثلا هالبطرك شو عمل، أنا بفرجيك بالوسائق شو عمل. بتقلي لأنه أنت على التلفزيون ما شفت البطرك عمل شيء، أو ما سمعت أنه جاب هالشغلة عمل كذا عائلة أملن هيك وهيك وهيك وهيك، راح على دولة معينة في مخطوفين طالب فيهم برقاءات سرية وما بتسمعهم. لا أكيد ما يعني الحق عليهم ما بيعلنوا عنه. لا لأنه هيدا الشغل الكنيسة بتشتغل بصمت، والأشياء اللي بتطلع مش هي بتكون بدها تقولها، بيتسرب. لأنه الفعالية والمضمون بيطلع لما بتشتغل بصمت وبتكتيك وباحترام، مش لما بتعمل حيالة شغلة بتطلع دغري على التلفزيون وبيصير بك تعمل بروباغندا. الكنيسة بتشتغل بغير طريقة، عندها غير أسلوب. وأصحاب الغبطة بكفي بس سعيهم بالمحافل الدولية، وإن كان باجتماعات الفاتيكان، كان لما بيندعوا
مثل ما قلت حضرتك قبل، إن كان للأمم المتحدة إن كان للبرلمانات، يا ما بيندعوا بكفي هون شو بيحكوا، يا ريت حدا بيسجل. يعني بيبقوا محضرين هيدا إن كان على الأرض مع شعبهم إن كان مع السياسي، لكن ما بيطلعوا على الإعلام. أنت بتسمع شخص واحد عم يصرح أو شخصين، بس مش هيدا هو حركة الكنيسة. على كل مونسينيور، يعني نحن نتمنى نجاح هذا المؤتمر، وإنه يعني تكون عن جد التوصيات والمؤتمر والبيان الختامي على قد تطلعاتكم، تكون بعدين خارطة الطريق يعني قابلة للتنفيذ وتحقق نتائج. صح. إن شاء الله. صحيح، ويعني مش بس إن شاء الله، عنا ثقة إنه حيكون هيك إن شاء الله. وأهلا وسهلا فيك بالـ LBC، وإن شاء الله بكرة بالمؤتمر يعني بنشوف، رح نشوفه مباشر، ورح نشوفك إن شاء الله، بنشوفك بالمؤتمر. أيه. وأنا بدي بس أشكر هوني كل الجروب اللي ساعدنا. تتخيل أستاذ بسام مؤتمر بهالحجم، 5 أشخاص يعطيكم ألف عافية، حضروا. وشكر للشيخ بيير اللي هو اهتم بهذا الموضوع أول ما خبروه، والبروموسيون اللي عم تحطوها على كل التلفزيونات مباشر، يعني انتم اللي LBC اللي عملت البروموسيون. فانا بشكر الشيخ بيير، بشكر غبطه البطريرك لحام، سياده المطرع عنديري، الامين العام مدام عزو، كل الجروب اللي بالمكتب، يعني انا اقل واحد عم بشتغل فيهم. يعطيك العافيه، ويعطيهم العافيه كمان، واهلا وسهلا فيك بالLBC. رح ناخذ اول بريك اعلاني ومنتابع نهاركم سعيد. ونعود لمتابعة نهاركم سعيد من LBCI، ونستضيف في هذا الجزء من نهاركم سعيد الأستاذ شبري الملاط. أهلا وسهلا فيك بالLBCI، والزميل الصحافي الأستاذ عبدالله بارودي كمان أهلا وسهلا فيك بالLBCI. يعني التطورات السياسية والتطورات الأمنية بلبنان أنه متعددة ومتسارعة، إذا فينا نقول اليوم بالسياسة مطروحة مسألة التمديد لمجلس النواب، باعتبار أنه ما في إمكانية لإجراء انتخابات، مثل ما بتقول بعض الأطراف السياسية، لا إمكانية لإجراء انتخابات رئاسية ولا إمكانية لإجراء انتخابات نيابية، وأنه أو تختاروا التمديد أو سنذهب إلى الفراغ. برأيك أستاذ شبلي، هل هذه المعادلة صحيحة؟ أنا رجل مؤمن بالدستور، مش شايف كلمة تمديد بالدستور. ما في نظام بالعالم يقوم على تمديد يكون بهالشكل التلقائي. وصيغة التمديد مثل ما تروحها بالصحف انه مجلس النواب يجدد على 2 و6 أشهر او اكثر، في شيء مش طبيعي فيها. يعني الباكج كله باكج غير مقبول شعبيا وغير مقبول دستوريا على الفطرة. هلا العقد الموجودة بالبلد عقد كتيرة، وانا برايي لازم نفصلها شوي حتى يكون في تصور إيجابي لخروج من أزمة. أنا ماني بالضرورة مطلقة التمديد، إنما أظن ضرورة أنه يكون في شروط لهالتمديد لحل بعض الشواذ. أول شرط لازم يكون زمني، أنه يتمدد 6 أشهر وما زال عم يعملوها بهالسهولة بقانون عادي يخالف الدستور بشكل واضح، لأنه حياة الدستور مرتبطة بالمواعيد الميثاقية. لازم يحتشم المجلس ويخليها على 6 أشهر، مش 2 و6 أشهر. 2 و6 أشهر، 2 و6 أشهر فيها تجني على فطرة الإنسان بحقه الانتخابي. يعني طيب عم يقولوا أنه في ظروف قاهرة، ممكن واحد يقبل بظروف القاهرة، بس يمددوا 10 سنين كمان و15 سنة على أساس ظروف القاهرة. إذن المدة الزمنية لازم تقصر بشكل جدي احتراما للمواطن. نعم. بس في أمور أخرى، وحابب نشوف مع الأستاذ عبدالله ومعكم تفكير جديد مرتبط بهذا الشواذ المستمر، منه موضوع النصاب، منه موضوع فراغ رأس الجمهورية بشكل مستقر ومتردد في تاريخنا القريب، لمنه طبيعي لأسباب ميثاقية بشكل مستمر، يعني وبشكل انه عم بيكون عم تتكرر اكثر من مره الفراغ برئاسة الجمهوريه. طبعا يعني اخر 10 سنين عندنا فراغ، كان اول شيء مدد الرئيس لحود بشكل غير دستوري، خرب البلد بالنتائج المباشره اللي اجت لهالتمديد. بعدين 3 سنين، بعدين ترك، ضلينا سنه بلا رئيس جمهوريه. اجى الرئيس سليمان ترك بالموعد احتراما للدستور، قلنا قديش، سنه ونص بلا رئيس، سنه. واليوم ما عندي شك اليوم انه اذا تجدد المجلس بهالشكل غير مشروط
تجدد غير المشروط. إيه بس الإحساس عم يكون إنه هالفراغ برئاسة جمهورية أمر طبيعي. ما إنه أمر طبيعي بسير البلد. عم يتعود عليه. عم يتعود عليه. عم يتعود على الله يطول عمر الباتراكس فير اللي بيتعودوا. ما لازم يتعودوا. بس أنا الموضوع بتقدر تقاربه من ناحية المسيحية بالميثاق مشترك. هل هل بس, بس, بس مواطنياً. صحيح. مواطنياً بيقول بتقول أهم شيء بصفة رئاسة الجمهورية بالدستور أنه رمز الدولة. اليوم رئيس جمهورية غائب يعني رمز الدولة غائب. ما في دولة. صحيح. خلينا نشوف الأستاذ عبدالله شو عنده بهذا الموضوع يعني خصوصا بمسألة التمديد لمجلس النواب اليوم وكأنه مثل ما قلت أنه هذا الخيار أصبح لا مفر منه. يعني الحقيقة واضح أنه يعني رايحين متجهين لخيار التمديد للمجلس النيابي، ولكن يعني هيدا مش حبا يعني كل يعني كل الفرقاء السياسيين مش حبا بالتمديد او رغبه بالتمديد، وتحديدا القوى 14 اداره مش عم تحكي بالتمديد او وخلينا يخص هون تيار المستقبل، مش عم يحكوا بالتمديد لانه هن هواة للتمديد. كان الرئيس الحريري واضح من منذ البداية أنه اليوم مثل ما بروفيسور ملات حكي ونهى حديثه أنه رئيس الجمهورية مش موجود، يعني رمز البلاد مش موجود. اليوم الرئيس الحريري كان كتير واضح قدام الجمهور، قدام الرأي العام وقدام جمهوره لما حمل هيدي الكرة النار أنا اعتبرتها، وقال بكل صراحة أنه أنا لا انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية. ليش هيدا الكلام؟ هذا بغض النظر عن كلام أيضا وزير الداخلية وهذا المشنوق لما قال وأنه في محاذير وكررها كذا مرة محاذير أمنية لا يمكن. وبعتقد أستاذ بسام نحن شفنا ما عم اللي صار بالشمال وبعرسال بالبقاع، والله يسلم صيدا واضح أنه نحن مقبلين على أمر ما يحضر لصيدا. فبالتالي واضح أن الوضع الأمني بالإجمال غير سليم ولا يشجع على إجراء الانتخابات النيابية. فإذا اليوم الحل أنت أمام خيارين، مش الخيار بقى اليوم عندك سيد بسام بين أنه التمديد أو الانتخاب. اليوم الخيار هو بين التمديد والفراغ، وهيدا أنا برأيي اللي حذر منه الدكتور سمير جعجع وقال أنه أنا مش حكون ولا لحظة من اللحظات حيأخذ خيار الفراغ. وبالتالي يعني منروح على السيء أحسن منروح على الأسوأ. الفراغ يعني هون الخوف منه أنه قد يؤدي إلى ما يطالب بها السيد حسن نصر الله يلي هو المؤتمر التأسيسي يلي حذر منه البطيارك الراعي بكل صراحة. سيد بسام يعني آخر شيء قال البطيارك الراعي أنه أنا كان عم يحاولوا يقولوا لي هذا الكلام ويحذروني منه، بس مش كنت ما كنت مقتنع. قال بصراحة أنه أنا اليوم مقتنع أنه في طرف بالبلد بده الروح على مؤتمر تأسيسي وعلى المثالثة، وهذا اللي مش حنقبل فيه. أستاذ ملات يعني هل هذا الكلام فعلا يعني الهدف من وراء الفراغ في حال تحقق فعلا هو الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي؟ والنقطة الثانية اللي بدي أسألك عنها كمان أنه اليوم عندما نتحدث عن التمديد يتحدث الرئيس نبيه بري عن ميثاقية التمديد، يعني أنه لازم كل الأطراف تكون مشاركة، المسيحية والسنة والشيعة والدروز. نتحدث عن ميثاقية التمديد بدل ما نتحدث عن ميثاقية هرمية الدولة، يكون في رئيس جمهورية وكل المؤسسات تكون موجودة. شوف أنا كان عندي بمختلف الأوقات خلافات مع الرئيس بري وهو صديق العائلة. اليوم مناسبة مهمة لا لقي طريق مشترك لما أراه إيجابيا جدا عند فكرة رئيس نبيه بري والأستاذ وليد جنبلاط أنه في أمور تحتاج إلى نوع من التوافق في مجتمعاتنا. المشكلة اللي وصلنا لها اليوم أنه هالتوافق صار تعطيل، يعني بسميها طريق متري مؤخرا فيتوكراسي صار البلد، يعني صار نظام أو ديمقراطية تعطيلية. هاي الديمقراطية التوافقية مش هاي الديمقراطية مش هي التعطيلية؟ إيه هلأ التوافق هلأ بأمريكا في أمور مشتركة هي الدستور بيتوافقوا كل الناس عليها وتحددها المحكمة الدستورية في حال خلاف. نعم. بالدستور دائما في شروط وفي توافق، في توافق أساسية بالنسبة للحرية مثلا إنه ما حدا، وهذه حقيقية بلبنان ومستمرة. هلأ بالنسبة لفصل السلطات الأمر اللي بدي أطرحه على الرئيس بري هو تناسق في فكره الميثاقي على أساس حل المعضلة الأساسية هي الفراغ في الرمز، يعني بغض النظر عن التمديد. يعني تقصير التمديد مهم بالنسبة للمواطن لأنه متوافق، بس إذا حصل سد الفراغ بالرمز ما في لزوم بقى للتمديد. بالضبط. بس اليوم نحن نعرف أنه عنا طرح للرئيس بري هو التالي.
اليوم خلينا نرجع على فكرة الميثاقية اللي طرحتوها. اليوم في بفصل السلطات ثلاثة قيادات أساسية في البلد، إذا سقطت إحدى منها أو غابت غاب البلد. أولها رئيس الجمهورية، بعدها رئاسة الحكومة والحكومة، وثالثها مجلس النواب ورئاسته. هالرؤساء الثلاثة عم بيكونوا منتخبين بأشكال وأنماط مختلفة متضادة دستوريا. نعم. يعني الحكومة بالمادة 64 تحصل على الثقة بالأغلبية، ما في تلتين. اللحظة اللي بتصير موضوع التلتين هو الأساس بيبدأ الشواذ. موضوع رئاسة الجمهورية بيقول بشكل واضح المادة 49 إنه بالأول التلتين وصارت واجتمعوا. ليش اليوم ما عم يصير فيه انتخابات طبيعية بنصاب وأكثرية ملاقية تماماً، مش بس رئاسة الحكومة والثقة، لو الثقة بتطرح على الحكومة بتلتين نواب ما في حكومة بتجلس بالبلد. أكثر من هيك، وهيدا الحديث مباشرة للرئيس بري، إنه اليوم لما يصير في انتخابات لرئيس المجلس اللي عنده شرعية بقوة شرعية رئيس جمهورية لأنه منتخب من الهيئة التي ينتخبها الشعب مباشرة، عم يكون النصاب الأغلبية مختلف. يعني رئيس مجلس النواب، يعني رئيس مجلس النواب ينتخب ب 65 صوت أو بالأغلبية المطلقة بالضبط، ورئيس الجمهورية حسب ما المسار الحالي لازم يكون في التلتين. مظبوط. هذا شيء مش طبيعي، وهذا مش موجود بالدستور. يعني هذا دقبنا عليه بهالشكل، واليوم حتى متخطى. بقى الرجاء من رئيس بري ومن الزملاء المسؤولين عن مستقبل هالبلد بهالعقدة اللي عم نوجهها، انه لازم يكون اذا صار في تمديد يكون مقصر. لانه اذا عم نقول بعشرين الشهر، انا برايي بنقدر نعمل انتخاب رئيس جمهوريه قبل 20 هالشهر اذا رجعنا للموضوع الطبيعي بالاعداد. وانا بقول لك بخاف الرئيس بري، بخاف الاستاذ وليد جنبلاط، بخاف الفرقه انه ما يصير في التئام على شخص. اليوم عدم وجود التئام على شخص ايا كان من المرشحين او غير المرشحين مرتبط بالقناعة أنه ما حيصير في جلسة. لحظة يلي يصحح هذا المسار من شواذه، وسهل كتير على رئيس بري يصحح، بيصير في تسوية بالبلد. نحن نعرف أنه البلد بيجي على تسوية، يعني في حكمة كافية بالبلد تصير فيها على تسوية أيا كان رئيس الجمهورية. إن كان الرئيس عون أو الرئيس جعجع أو الرئيس حلو أو غيرهم، تجي التسوية، وتجي التسوية بفترة وجيزة لأنه في قاعدة كافية بالبلد لهاللقاء على موضوع الرمز. بتوافق أنه في قاعدة كافية بالبلد للقاء على موضوع الرمز، يعني أنه الرئيس بري يستطيع يلعب دور في هذا الإطار لا سيما بمسألة النصاب؟ يعني أو يعني بدي بس هون ملاحظة صغيرة على تفضل فيه دكتور ملاط. أولا بموضوع التمديد النيابي، أنا بعتقده وهيدي المعلومات المتوفرة أنه القانون اللي حيكون بمجلس نواب مش تمديد سنتين سبعة شهور بالمطلق فقط، حيكون في بند واضح أنه مربوط بمجرد انتخاب التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية سيتم تقصير دعوة مجلس النواب، تقصير مدة ولايته، ودعوة الهيئة الناخبة لانتخابات نيابية. فإذا شرط أنه سنتين وسبعة شهور ممكن ما يستمر مجرد الاتفاق على رئيس جمهورية، وهيدا الأهم، الانتخابات النيابية بتحصل. هيدا أمر أساسي. الأمر الآخر موضوع النصاب واللي حكي دكتور ملاط أنا موافق فيه 100%. الدستور اللبناني ما حكي بموضوع التلتين المتكررة، حكي بأول جلسة بالتلتين، ولكن للأسف أنه هيدا الموضوع تم التوافق عليه ضمن مكتب المجلس يلي ممثل بكل معظم الفرقاء السياسيين، وحتى حين عرض على الجلسة العامة تم الموافقة عليه وما لقي أي اعتراض. ونحن هون وقعنا بهذا الموضوع أنه أنت بحاجة كل جلسة للتلتين. فبالتالي اليوم اللي المسؤول عن تفسير الدستور هو المجلس الدستوري. مين معطل المجلس الدستوري؟ اليوم مجلس النواب هو المسؤول عن تفسير الدستور. إيه، ولكن حسب نظامنا مجلس النواب. تمام، ولكن هو المضبوط تفسير الدستور والنظر بقانونية هل القوانين هي تطابق الدستور أو لا تطابق أو تخالف الدستور
الدستورية مسؤولية للمجلس الدستوري. اليوم المجلس الدستوري الحقيقة هو معطل، ويجب أنا برأيي صلاحية المجلس الدستوري توسع لتشمل مش بس النظر بأنه هل القانون هل يخالف الدستور أم لا، ولكن أيضا تفسير الدستور. لأنه اليوم النواب معليش مع احترامني لبعضهم أن مش أغلبيتهم محامين أو مشرعين ليقدروا يفسروا الدستور وأهدافه وغاياته وما إلى هنالك، في منهم الأطباء، في منهم رجال أعمال، وبالتالي لا، هذا الموضوع لازم يكون حصرا مثل كتير دول على عاتق المجلس الدستوري للنظر إن كان بقانونية هالقوانين لجهة دستوريتها أم لا، أو لجهة تفسير الدستور. بس بكرة إذا حصل التمديد يعني سيكون أمام المجلس الدستوري اختبار جديد إذا سينظر بدستورية هذا القانون أو عدم دستوريته. الماضي تغيبوا الأعضاء، مين غيب؟ هل رح تتكرر نفس التجربة؟ اليوم برجع بقول واضح أنه مش رايحين على نفس التجربة. واضح أنه كل القوى السياسية، يعني أنا برأيي حتى الميثاقية حتكون متوفرة. يعني في بعض الأطراف المسيحية اللي حيكونوا مشاركين، وأنا برأيي حتى التيار الوطني الحر ما في، يعني ما بعتقد بعد حسمت مسألة عدم المشاركة، لأنه أنا برأيي هو يعني الجنرال ميشيل عون هو بده أنه يدل في مجلس نواب موجود، لأنه بغياب المجلس النيابي نحن إذا فتنا على الفراغ يا أستاذ بسام معناتها نحن بموضوع أنه ما في انتخاب، ما في رئيس جمهورية. مين سيصوت رئيس الجمهورية؟ ولذلك يعني المجلس قد لا يطعن بهذا التمديد. لا، أنا برأيي حتتوفر يعني مسألة الميثاقية اللي أشار إلى الرئيس بري ردا على موضوع الميثاقية اللي موضوع الرئيس الحريري، أنه لن حتى في حال تم إقرار الانتخابات النيابية لن يخوض الانتخابات، وبالتالي الطائفة السنية لن تخوض الانتخابات النيابية. أخذ الرئيس بري على عاتقه أنه هذا موضوع ميثاقي لن يدخل فيه. الأمر ذاته عم يحاول يطبقه اليوم عند الطائفة المسيحية، ويقول أنه في حال لم يكن هناك مشاركة للكتل النيابية المسيحية الرئيسية بموضوع مجلس النواب، فإذا هناك أيضا مخالفة للميثاقية. برأيي مثل ما يعني مثل ما شعرت اليوم أنه واضح أنه متجهين لإقرار الميثاقية، وبالتالي إقرار التمديد للمجلس النيابي. أستاذ ملاط، قديش بتشوف أنه كل هذه يعني الاستنباطات إذا بدي سميها، أو كل هذه النظريات الدستورية والقانونية التي تطرح، إن كان بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية وإن كان بمسألة التمديد لمجلس النواب، يعني هي تتوافق مع الدستور بمحل من المحلات؟ موضوعين تعقيبا كمان على حديث الأستاذ عبد الله. في عنا نظرة أنه الموضوع الدستوري هو موضوع خاص ببعض النخب التي يركز عليها الدستور، وهذا مش خطأ. الخطأ تغييب أهمية المواطن بالدستور. اليوم أي شخص، أنا، حضرتك، الأستاذ عبد الله، الكاميرامان، الدستور دستوره وتفسيره لهالموضوع، اكيد بيحكم له حياته السياسيه. بالضبط، يعني الفكره انه في تفسير خاص مناط بهيئه محدده مش صحيح. هلا عمليا في عدد من الهيئات اللي عندهم سلطه اكبر في تطبيق الدستور، وهن طبعا بتحركوا دائما على اساس انه تفسيرهم للدستور مش عم تحرك غير دستوريا. حتى لما يحكوا عن التمديد بيعتذروا انه لا ما بنقدر وهي ظروف قاهرة، بس نحن خلال الدستور وتفسيرنا للدستور وهذا أفضل تفسير. وطبعا لما تكون بموقع سلطة بتقدر تفرض هالتفكير عليه. هلأ نقاشنا اليوم مرتبط بإحساس عام أنه التمديد شواذ، وأنه الفراغ الرئاسي شواذ. صحيح. اللي عم جاري نحصل عليه بهالحديث هو فتح أبواب على فكرة تنهي بعض هذا الشواذ. الفكرة الأساسية اللي عم تطرحها حضرتك أنه تعالوا ننتخب رئيس جمهورية عفوا بالنصاب العادي. مزبوط. يعني بالنص زائد واحد إذا توفر 65 نائب تنتخب رئيس الجمهورية. بس ولكن هذا الأمر يعني بالرغم من أنه حضرتك تعتبره دستوري والأستاذ عبدالله بيعتبره دستوري وكتار بيعتبره دستوري، بس هل يعني ما بيحتاج إلى توافق هذا التوافق اللي حكيت عنه؟ لا، أنا بتصوري، ومشان هيك الموضوع صار مهم ملح اليوم بالحالة اللي مطروحة فيها، ونرجع على قضية إشراط التمديد بهالبند اللي طرحوه أظن الأستاذ دوري شمعون والوزير حرب الأسبوع الماضي، أنه لما تيجي مثل عم يقول الأستاذ عبد الله أنه لما يجي رئيس جمهورية ينتخب رئيس جمهورية حكما بيصير فيه
حل المجلس وانتخابات جديدة. أنا برأيي هذا الاتجاه غلط. الإشراط مزبوط، بس الإشراط بهذا البند لا يؤدي النتائج، لأنه داخلين على 2 و7 أشهر بلا رئيس جمهورية. أنت بدك النتيجة تكون الانتخاب. أنا بدي الإشراط يكون عودة إلى ما يخالف شواذ الدستور، اللي هو التمديد نفسه، واللي هو الفراغ بالرئاسة. هلأ الشروط في أشياء إضافية بهالشروط. أنا برأيي أصحاب العلاقة، يعني النواب بشكل خاص والكتل الكبيرة، لازم تفكر بموضوع هالشرط للتمديد، إذا لابد لهذا التمديد أن يقر الأربعاء. هالشروط ممكن تكون وأساسها لازم يكون تسهيل انتخاب رئيس الجمهورية، والعودة بحديثكم للميثاقية، عودة بحديث الدستوري إلى التوازن في شرعية السلطات الثلاث على أساس انتخاب مشابه، لا سيما أننا تخطينا المادة 49 والثلثين باللقاء اللي صار، ويصار فيه تصويت واللي ما صار فيه نتيجة عليه، لأنه مزبوط أول دورة رئيس جمهورية بياخد الثلثين. بس اليوم مش بس لازم يكون المجلس مجتمع بشكل مستمر حسب الدستور لانتخاب رئيس الجمهورية، بس إضافة ما في شيء بالعالم يسمح بتصور أي بلد أن يقوم بغير تعطيل، بغير الاندحار إلى تعطيل مستمر إذا كانت الأغلبية بهذه الصعوبة. والطرح للرئيس بري أنه مثل ما أنتوا دولة الرئيس تنتخبوا بالنصف زائد واحد، مثل ما الحكومة تحصل الثقة بالنصف زائد واحد، طبيعي أنه رئيس الجمهورية يكون بالنصف زائد واحد. إذا ما شلنا هالشواذ رح يضلوا البلد معطل اليوم وبكرة وبعد بكرة. رأيك أستاذ عبدالله لتطبيق هذه النظرية يعني التي ينادي بها الأستاذ ملاط، ونادى فيها كمان كتار يعني بهذا الموضوع؟ يعني الأستاذ ملاط عم يقول الكلام اللي أنا عم أقول يمكن بلاريكم بأسلوب آخر، أنه شرط وضع شرط الانتخاب أو الإسراع قدر الإمكان بانتخاب رئيس الجمهورية، وهيدا متوفر في حال تم الموافقة على المبادرة اللي طرحتها 14 آذار بكل بساطة. يعني اتفاق رئيس طوف تماما، طالما أنه لا إمكانية لانتخاب الرئيس ميشيل عون، الجنرال ميشيل عون، ولا إمكانية لانتخاب مرشح قوى 14 آذار الدكتور سمير جعجع، فإذا كان في مبادرة واضحة وصريحة من قبل 14 آذار بالاتفاق على اسم ثالث لتوافق لرئاسة الجمهورية. هيدا ممكن ينحط كشرط بالتمديد، وبعتقد ما بعتقد قوى 14 آذار أبدا حيكونوا معارضين هيدا الموضوع، أنه تعالوا نتفق على مرشح ثالث. وأنا برأيي بيكون فعلا مثل ما عم يقول الأستاذ ملاط، بيكون نحن حطينا نفسنا كلياتنا على السكة الصحيحة بأنه نختار شخص يمثل الجميع قدر الإمكان ونطرحه كرئيس للجمهورية، ومن ثم نقوم بإجراء الانتخابات النيابية. بس دكتور جعجع امبارح قال أنه موضوع الرئاسي كمان عم يخضع لمساومات و طبعاً موضوع يعني إقليمية. طبعاً موضوع الرئاسي هو موضوع إقليمي، شأن ما بيننا. نحن عم نحكي يمكن بعد شوي بنحكي بالتفصيل أكثر، ولكن الوضع الرئاسي اليوم واضح أنه في فريق كامل حاطه ضمن إطار البازار السياسي والبازار الإقليمي بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات النووية الإيرانية ومع الدول 5+1 والولايات المتحدة الأمريكية. فإذا هذا الموضوع بعتقد نحن بانتظار ما ستسفر عنه هذه المفاوضات. ايضا في عنا الانتخابات النصفيه تاع الكونغرس الامريكي، ايضا يعني بانتظار، يعني واضح انه كل المعطيات تؤكد انه الجمهوريين راجعين بقوه للكونغرس وممكن يسيطروا على مبعث الكلب. يساعدنا دكتور ملاط، بتروح معنا اكثر من 16 يعني. فنحن لا يعني اليوم في واضح انه في انتظار لامور اقليميه عم تحصل بالمنطقه خلال هذه الفتره القريبه، وبالتالي الكل مقتنعين انه الانتخابات الرئاسيه هي ضمن هيدا السوق الاقليمي، ولكن على الاطراف الداخليه انه ياخذوا يعني قرار شجاع، وانه يختاروا هن اذا فعلا بدهم يكون هذا القرار محلي داخلي لا يخضع لهذه المساومه الاقليميه، لتلك المساومه الاقليميه، ان يتم اختيار شخص ثالث كما طرحت قوى 14 ادار. اتوقف مع اول بريك علينا ومنرجع نتابع حديثنا.
ونتابع الجزء الأخير من نهاركم سعيد مع الأستاذ شبلي الملاط والأستاذ عبدالله بارودي. أستاذ ملاط، يعني تابعت طبعا حضرتك ما جرى في طرابلس وما جرى في عرسال وكل ما يجري على الأراضي اللبنانية بموضوع له علاقة بمكافحة الإرهاب والجماعات التكفيرية. هل برأيك يعني ما يجري في هذا الإطار مرتبط بشكل وثيق بما يجري في سوريا بما يجري في العراق، أم أنها امتدادات يعني ظرفية ومرحلية؟ ما في شك أنه للأسف لفترة طويلة ومستمر البلد فيها، لبنان هامش في الصراعات. سابقا الصراع الإسرائيلي العربي ومستمر أيضا بوتيرة أقل، واليوم الخلاف العميق بين السنة والشيعة في تجليات هذا الخلاف على امتداد هذه المنطقة وأكثر من ذلك في باقي الكون. بس بدي أرجع للموضوعنا الأساسي اللي هو هامش تحرك لهالدولة اللبنانية لهالبلد اللي نحن عايشين فيه بالنسبة التسونامي العظيم اللي عم يحدث وليأخذ مدى طويل بالزمن بالمنطقة، إن كان بسوريا أو بالعراق أو بالسعودية أو بمصر. كيف ممكن واحد كان يقول جاموني، كيف بيقدر واحد يستفيد من أزمة حتى يحول أمر سلبي لأمر إيجابي؟ اليوم موضوع طرابلس مرآة لغضب سني عارم في هذه المنطقة. الغضب السني العارم عنده أسباب، وأنا برأيي أسباب وجيهة. بالعراق صعود داعش تفسيري له مرتبط مباشرة بتسلط الرئيس السابق المالكي. وما بعرف مثل ما بتعرف بركي، بس أنا رحت بموضوع شبيه لموضوعنا اليوم، إنه ما حتصلح بلبنان فكرة رئاس الجمهورية والتغيير إذا ظل المالكي بسبب اللي عمله من تجاذبات طائفية بالعراق مستقاة فقط من وده البقاء في السلطة. إذن إزاحته كان كتير مهمة، وكان عنده مشكلة دستورية مشابهة لنا إلى علاقة بالمادة 76، وكان لقاء مع الأصدقاء في القيادة السياسية بالعراق لتدليل هذه العقبة. طبعا مش وحدي أنا عملتها، بس أنه تفسير كان لهالمادة 76 كان أساسي بالتغيير. عودة إلى لبنان وطرابلس، اليوم عم بيقولوا التمديد لأسباب أمنية، كيف يقدر يعمل انتخابات بطرابلس؟ أنا ما بقرأ الأمور هيك للأسف، بقريها معاكسة تماما. اليوم نحن بنعرف أن أهل طرابلس على أغلبيتهم ساحقة، يعني نقول ساحقة واحد عم يحكي بوجود عدد صغير جدا من الناس الذين يلجؤون للعنف لتوصيل أهدافهم السياسية بما فيه التعدي على رمز هذا الوطن المتبقي هو الجيش. اليوم الطريقة الوحيدة ليكون في متنفس لهالموضوع أنه يكون في انتخابات. إذن الفكرة أنه عم نعمل تمديد حتى نجابه اللي عم بيصير بطرابلس العكس رح يغذيها، لأنه الصوت الوحيد اللي حيبقى هن هالأشخاص اللي بيلجأوا للعنف. إذن بهالموضوع وبالموضوع الدور الأوسع، فكرة إشراط هالتمديد بأمور عملية ممكن يكون مش بس على موضوع انتخاب رئيس جمهورية اللي هو أساسي واللي هو أولوية، بس يكون على أمور أخرى بما فيها الدور الإقليمي، لأنه اليوم نحن نعرف أن حزب الله تعب من الوضع السوري. يعني يمكن يعني مش كتير مبارشة شو رأيك؟ النزيف اللي عم بيصير، لا الـ 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 اليوم الحقيقة واضحة أنه في شباب من حزب الله عم بيموتوا بأعداد في سوريا، في نزاع مستمر. إذن هالنزيف رح يستمر. اليوم في ناس أمهات، بس امبارح السيد حسن نصر الله بيقول لو لم نقاتل في سوريا وبعدنا عم نقاتل كان صار فينا مثل ما عمل البغدادي بأبناء عشيرة البونمر بالعراق، انه ذبح 300-400 واحد. بعرف الاستاذ عبد الله شو رايه بيه. بس اولا يعني بالنسبه لطرابلس تحديدا، خلينا شوي ناخذ الامور اكثر تفصيلا ونصل الضوء مزبوط على هاي المدينه. هاي المدينة تعرضت لحملة، وأنا ابن هاي المدينة بالنهاية، هاي المدينة تعرضت لحملة إعلامية للأسف بقول الحكي، وأنا جزء من الجسم الإعلامي يمكن، ولكن
ما فينا نغيب عن الواقع انه تعرضت لحمله اعلاميه كثير كبيره مضخمه وصلت الناس بلبنان وصلنا لمرحله اذا بتحكي مع اي شخص بيقول لك راي على طرابلس اوف هونيك في بعبع موجود بهي المدينة. وصلنا لمرحلة شعرنا انه هي طرابلس بين لحظة وتانية بتنعلن فيها الإمارة الإسلامية تسلخ عن 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 الخريطة اللبنانية. لقينا بطبيعة بالواقع اللي صار انه مجموعة لا تتجاوز 30-40 شخص موجودة بالمدينة، قدر الجيش اللبناني يتعامل معها بطريقة معينة، وواضح انه أغلبية الشعب اللبناني مثل ما كنا دائما عم نقول انه اكثر من 95% او 96% من الشعب الطرابلسي هن مع الاعتدال، هن مع الوسطي. ما تنسى استاذ بسام انه طرابلس قبل الاشتباكات كانت تتحضر لمؤتمر اسلامي مسيحي كبير يدعي على قلو دار فتوى على راسها سماحه مفتي طرابلس الشمال دكتور مالك الشعار لإعلان عن مبادره من ضمنها الثوابت السنيه اللي اعلن عنها اصلا الرئيس سعد الحريري من يومين اللي هي مع انتخاب رئيس جمهوريه مع الوسطيه مع الاعتدال ضد العنف والتطرف كل هيدا الموضوع مع العيش الواحد بين كل ابناء الوطن. اليوم طرابلس للاسف بتلاقي بكثير اوقات امور صغيره يمكن العلاقه اوقات باعلان من هون او بتعميم من هون بتقوم الدنيا عليه، ولكن الحقيقه الاساسيه هي 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 النمو بهي المدينه. الحقيقه الاساسيه انه غياب المشاريع، غياب الدوله عن هي المدينه. الناس بطرابلس مش قادره تكمل بها. وانا عم بقول وانا هذه المدينه نواب ووزراء موجودين يا استاذ بسام، نواب ووزراء موجودين، ولكن اليوم الدوله كمان هي كيان. اليوم انا ما فيك تفوت، عم امبارح شفنا وبالحكومه السابقه شفنا واعلنوها بكل صراحه انه خي نحن كنا بدنا نعرض اي مشروع لطرابلس، كان تيجي طرف اخر يقول لك انا بدي مشروع مقابله لمدينتي او لمنطقتي. ما هي المشكله بهذا الموضوع انه الدوله ما عم تاخذ قرار جريء وتعلن انه طرابلس هي مدينه غير كل المدن اليوم بلبنان. اليوم طرابلس اذا ما توجهت لها كل الانظار، اذا ما الدوله توجهت لها بكل قواها بدعمها بمشاريع اقتصاديه انمائيه بتوفير فرص عمل لها، نحن ما انتهينا من المشكل، انتهينا وقتيا من المشكل. الناس ميتة من الجوع بطرابلس يا استاذ بسام. الناس على دخول المدارس كانت في ناس اغلبيه منطقه التبينه والاسواق الداخليه والزهريه وهي المناطق اللي انت بتعرفها واللي انت كتير يمكن زرت المدينه وبتعرف فقرها وتعتيرها. اليوم في ناس على ابواب المدارس كانوا ناطرين، كانوا عم يدقوا على المكاتب السياسيه على ابواب المكاتب السياسيه او ناطرين معونه خليجيه من هنا او هناك لشو لدفع فقط رسم صندوق الاهل. وصلنا بطرابلس لمرحله الناس مش قادره تدفع صندوق الاهل اللي هو بين 30 و 40 الف ليره، مش الرسم المدرسي. اليوم هيدا الوضع اذا مش حيزبط، اذا الدوله مش حتتوازن بين الخطه الامنيه وخطه انمائيه بسرعه، انا برايي نحن الموضوع مش بيكمل بهذا الاستقرار اللي نحن فيه حاليا. عظيم. بس كمان إضافة لهذه الصورة اللي عم يعرضها الأستاذ عبد الله، في صورة تانية بتقول إنه ما جرى في طرابلس وما يجري في غيرها من المناطق هو استهداف لأهل السنة، وإنه اليوم أنت يا دولي بما إنك تمكنتي من إنك فرض الأمن في طرابلس، شرفي روحي على مناطق أخرى فرضي الأمن، امنعي حزب الله من التوجه إلى سوريا أو هو وغيره من المسلحين يتوجهوا إلى سوريا وينقلوا سلاح، وساعتها فينا نقول إنه في دولة تمارس سلطتها على جميع أبناء الشعب اللبناني. بالضبط. أنا بدي أثني على حديث الأستاذ عبد الله لأنه هالغضب السني مهم جدا عنا وبالمنطقة على العموم، والغضب السني قسم منه مرتبط أيضا بوجود حالة حزب الله التي هي حالة شاذة في أي دولة يكون القانون فيها أساسا مرتبطا بسلطة واحدة اسمها سلطة العنف. يعني فكرة ماكس فيبر الشهيرة أن الدولة تحدد بسلطة العنف الوحيدة عليها قوام أي دولة بالعالم. هلأ نحن منعرف قديش عم نحكي عن موضوع سلاح حزب الله إلى آخره. أنا برأيي الرابط الدستوري، شوف الرابط الدستوري بهالموضوع السياسي جدا الحساس والمغلق إمكانيته، لأنه حزب الله بيقول لك أنا ماني مستعد. في بتصوري طريقين بهيدا مرتبط بالتمديد إثناء على الأستاذ عبد الله، بس قراءة مغايرة. أنا برأيي التمديد لح يفائم الوضع بطرابلس بشكل خاص وبالمناطق السنية الأخرى. ليه؟ لأنه ما عنده متنفس الناس هلأ لشو بيروح عن انتخابات الواحد حتى يعبر عن غضبه عن تغيير عن خيار إضافي للأشخاص الموجودين. بس كمان في يعني مشكلة أكبر، يعني هي ال- 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 ال-
الغالبية السنية تصور المشكلة أنه هي موجودة عند حزب الله، أنه التعاطي مع من يحمل السلاح عند السنة مختلف عمن يحمل السلاح عند الشيعة. هذا مزبوط، بس أنا عم بحكي بشي مركز أكثر مرتبط بحديثنا الأساسي الراهن اللي هو التمديد. عظيم. أوكي. اليوم موضوع يعني التمديد بينفذ غضب بالانتخابات، بيروح بيختار الناس اللي ممكن. بالضبط، مش بس هيك يعني. اليوم بيعرف الزيز عبد الله اليوم السبب يلي مغضوب عليها طرابلس، ومنه أمر جديد، مغضوب عليها طرابلس ومقصاد طرابلس ومقاصصة طرابلس مرتبط بغضب سني عام في المنطقة، منه الغضب الموجود في لبنان الذي يتمثل بأكثر تجلياته في غياب الرئيس الحريري. أوكي. هلأ كيف نقدر اليوم نرجع على موضوع الشرط؟ الشرط بالتمديد عم يكون هالتمديد كأنه نتابع الأمور لأنه معنا خيار، لأنه الوضع الأمني ما بيسمح. أنا بقول لا، مش مزبوط، لازم يكون مشروط بآلية تنخرج من موضوع طرابلس بشكل أنه هالمدينة ما تعود تحس حالة مقاصصة، إما لأنه قريبا بيكون في انتخابات فيها لأنه في انتخابات وطنية، أو إضافة في روح جديدة هالدولة تتحرك، ما بتتحرك بلا رئيس جمهورية اليوم. أي مشروع جدي إصلاحي ممكن بغياب رئيس جمهورية. بس الوضع الثالث وهذا الشرط كمان بيرجعنا لموضوع حزب الله. اليوم الوضع بسوريا ما عنا أي إمكانية نعطي أثر عليه، كل شيء بهالوضع أنه نتأثر فيه. أنا قراءتي للأمور منا هيك، أنا برأيي اليوم في تغيير حقيقي حدث بعد ظاهرة داعش، عم يخلط الأوراق بالموضوع السوري، وهدفه إعادة البلاد إلى شيء من الاستقرار. السؤال اللي بطرحه على أصدقائنا، في منظومة جديدة تنبثق من رئاسة جمهورية جديدة تعيد روح لهذا البلد، ما حدا عنده تجربة بالحروب العقيمة بالمنطقة قد لبنان. ممكن اللبنانيين خاصة بهالمرآة السنية الشيعية الموجودة فيها، والمرآة الغربية الشرقية الموجودة فيها، انه تعطي حلول بسوريا ما حدا مفكر فيها بعد. يعني من هالموقف السلبي دايما نحن، انه شو عم بيصير بالعراق، شو عم بيصير بسوريا، مباشرة بيجي عنا، بيقدر روح ضرورة إعادة لحمة هذا البلد ممكن تكون مشروطة إيجابا على سوريا وعلى غيرها من الدول. يعني النقاش اللي بده يصير، اللي ما عم بيصير حول التمديد، نعمل تمديد ما بنقدر لأنه في وضع أمني، لا، مش هيدا الفكرة. التمديد شواذ، خلينا نحول هالشواذ، نغير من هالشواذ لأمر إيجابي، لأمر إيجابي. وهالأمر الإيجابي في شروط، سما شروط أو في وضع عام، في عناصر ممكن هالبلد يتحرك فيها بشكل مختلف تماما. تفضل. انا استاذ بسام، يعني ما بدي ارجع لطرابلس، موضوع المظلوميه السنيه اللي حكيت حضرتك فيها واللي كان عم يحكي فيها دكتور ملق. السنه ما كان عندهم عقده المظلوميه هاي، كان السنه يعتبروا حالهم انه هن يعني هن امه مكون اساسي بالمنطقه، وبالتالي عقده الاقليات او عقده المظلوميه السنيه ما كانت موجوده. ولكن اليوم كان واضح انه صار في تراكم كتير كبير استاذ بسام، وهيدا نحن اللي كنا دائما عم نحذر منه بهيدي النقطه، انه حزب الله عم يروح عم ياخذ الطائفه السنيه او الطائفه الشيعيه تحديدا لمواجهه مباشره مع الطائفه السنيه، شاء ام ابى، لو من غير قصد. اذا بدنا نقول اليوم ما فيني اقول انا، يعني بال2005 بلشت القصه، بال2005 يا استاذ بسام مع اختيار الرئيس رفيق الحريري اللي كانوا بيعتبروه السنه. صحيح هو كان زعيم على مستوى الوطن، ولكن كان بالنسبه للسنه هو الخيمه الكبيره اذا بدنا نقول تعيتهم. بعدين فتنا بسبعة ايار، رجعنا فتنا بالانقلاب على الرئيس الحريري. هيدا التراكم الكبير اليوم السنه ما بقى، بالاضافه لانه مناطقهم هي الاكثر فقرا مثل ما حكينا من شوي، صار في تراكم. وعم يشوفوا المشهد الإقليمي مش يعني كان للأسف التوازنات الموجودة مش لصالح الطائفة السنية، كانت إيران واضح أنه كانت متقدمة بالمنطقة، مصر كانت عم تعاني،
ولبنان عم يعاني، المنطقة كلها عم تعاني، والمملكة العربية السعودية كانت في بحالة ترقب لأنه ما كان في معها شريك اليوم لتقدر يعني تواجه في المشروع الإيراني. اليوم تغير الوضع شوي بالمنطقة، اليوم رجعت مصر تلعب دورها، رجعت السعودية، رجع هيدا الحلف بالمنطقة لمجابهة أو ليعمل نوعا ما التوازن بالمنطقة بين المحور الإيراني السوري والمحور اللي ما يسمى بالاعتدال السني. لا أرجع لطرابلس لأقول اليوم هي المدينة يا أستاذ بسام مش أخذ شعار المظلومية لبس لمحاولة فش الخلق، لا هي عم تاخده لأنه عم تشوف امبارح قال بكل صراحه الوزير اشرف فيفي انه اليوم هي المنطقه ما فيها تكمل بطريقه انه انا بدي فوت على البيوت واخذ المخازن والمخازن الاسلحه واعمل توقيفات، والمدينه كانت بعتقد اثبتت للجميع انه هي مع الدوله ومع مشروع الدوله وهي مع الجيش الوطني، مش ما كانت ابدا ضده باي اجراء بياخده. ولكن ايضا الطرابلسيين عم يقولوا لجيشهم انه مثل ما في هون مخازن اسلحه في بمناطق اخرى مخازن اسلحه، مثل ما هون في مرتكبين بمناطق اخرى في مرتكبين، ليش فقط هي المناطق عم يتم التشديد عليها والتركيز عليها وعم تبين بنهايه بطبيعه الحال انه هي مع الدوله، وليش مناطق اخرى متروكه بشكل كامل؟ اما بالنسبه اللي طرحه الاستاذ ملاط حول عوده الرئيس الحريري، الرئيس الحريري عودته يعني شفنا انه لما رجع كيف يعني قلب الوضع بشكل كبير واثبت رغم كل الكلام اللي كان عم يقال انه تراجع تيار المستقبل، تراجع شعبيه تيار المستقبل، بطرابلس تحديدا اثبت الرئيس سعد الحريري من خلال اتصالاته المكثفه بقيادات المدينه وبالمفتي ومع القائد الجيش انه هو مسيطر على الوضع هونيك، واضح انه البيئه الموجوده بعدها بيئه حاضنه لمشروع تيار المستقبل، حاضنه لمشروع تيار المستقبل مش كاسم، حاضنه للاعتدال السني بمعنى مع 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 الدوله، مع مشروع الدوله ضد العنف، مع الجيش اللبناني، مع أساس الجيش اللبناني. وإذا كان هناك بعض الملاحظات مثل ما مبارح صار، يعني مبارح كان واضح أنه في بعض الفعاليات بعض المشايخ كان عندهم ملاحظات على بعض الإجراءات اللي عم يقوم فيها الجيش أنه شديدة نوعا ما بإجراءاته، كان بدهم يعملوا مؤتمر صحفي، صار في اجتماع بمنزل النائب سمير الجسر واتفقوا الجميع انه لا خلينا هذا الموضوع ندل نحكي ضمن الاطر المغلقه، نحكي مع قائد الجيش نعالجه ضمن اطار مؤسسات ما نطلع فيه للاعلام. فبرايي انا يعني اليوم الرئيس سعد الحريري ان كان داخل لبنان ام خارج لبنان عم يقوم بدوره على اكمل وجه، وانا برايي اللي صار بطرابلس هو خير دليل على ذلك. استاذ ملاط شو الحل؟ إذا بتسمح أستاذ أسامة أستاذ أنا ثلاث دقائق اختصرها بثلاث نقاط أساسية. نؤخر الجلسة للتمديد صح. إذا أمكن لطرح أفكار جديدة. إذا استحال تأخير هذه الجلسة نقصر المدة من سنتين وسبعة أشهر إلى الأقل ممكن ستة أشهر. النقطة الثالثة والمرتبطة أساسا بالنقطة الثانية، نقرن التمديد بعدد من الشروط أو البنود المرافقة الملزمة. رئاسة الجمهورية بنصاب ممكن، انتخابات تتبع رئاسة الجمهورية، ودور إيجابي للبنان في المنطقة من دوره السابق. حطيت خارطة الطريق يعني. هذا اقتراح لأنه تصور أنه التمديد بالشكل اللي موجود فيه اليوم سيجر البلد إلى كارثة كبيرة. بتوافق على أنا يعني بدي أقول أنه بنفس المنطق نحن مع الدولة مع الدستور، نحن برأينا أنه اليوم انتخاب رئيس الجمهورية يؤدي إلى حل كل المشاكل بلبنان، يؤدي إلى انتخابات نيابية مباشرة، وبالتالي بترجع المؤسسات الدستورية لدورتها الاعتيادية. عودة حزب الله من سوريا أنا برأيي اللي طلب فيها معظم الفرقاء، عودة حزب الله من سوريا بتخفف هذا الاحتقان وبترجع شوي يعني المكونات اللبنانية بيكون في طريقة للحوار نوعا ما بين بعضها البعض، وضع استراتيجية دفاعية، ترك الأمور الأمنية والعسكرية بإيد الجيش اللبناني فقط والقوى الأمنية. سيد بسام أنا يمكن بعرف أن الوقت انتهى، بس الحقيقة أنا في طلب صغير هيك حابب أطلبه منك اليوم على الهواء مباشرة ومن الـ LBC ومن إدارة هذا البرنامج تحديدا. طرابلس عانت كتير إعلاميا وطرابلس بتحبك يا سيد بسام، وأنا بعرف أنه أنت بتحبه وأنت بحب أهل طرابلس كمان. نعم أنا الحقيقة يعني ممكن اليوم هيدا البرنامج يعمل هيك ولو جيست صغيرة للمدينة بموضوع أنتم بتحطوا كل يوم الصبح الطرق
وزحمة السير. أنا برأيي تستحق طرابلس اليوم كاميرا تكون موجودة بمنطقة معينة اللي هي ممكن تكون بولفار أو ممكن تكون نقدر لأنه هاي الصورة لما الناس على طول بذهن عم تشوف صورة المدينة زحمة السير الناس موجودة رايحة على شغلة. أنا برأيي وتعطي أيضا لأبناء المدينة تطمينات إنه الإعلام اللبناني مش ضدها الإعلام اللبناني معها. برأيك ممكن استاذ ملاط هيك يكون في تغيير بصورة اللبنانيين مثلا لطرابلس أو لغيرها من المناطق؟ في إمكانية يعني الصورة الموجودة بذهنهم يغيروها؟ إيه طبعا. وزا طرابلس مدينة بتاريخ لبنان أساسية. إذا الأمور ضلت هالشكل السلبي بطرابلس تصور انه بيروت او صيدا او الجنوب او زحله ما حتكون على شكل طرابلس. طيب بدي اشكرك استاذ ملاط, اهلا وسهلا فيك بالال بي سي اي, وان شاء الله كمان بيكون عندنا حلقه يعني اطول, وكمان استاذ عبد الله اهلا وسهلا فيك كمان وحلقه تانية. ومشاهدينا ايضا بدي اشكركم على متابعه هذه الحلقه, والى اللقاء.